السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 6/8/2021 في مصر الساعة 4 عصرا، ذهب عيار 24902 جنيه، البيع 899 جنيه، الشراء فيه انخفاض، في انخفاض في أسعار الذهب اهوت، يجي 7 جنيه ولا 8 جنيه. عيار 22827 جنيه، البيع 824 جنيه، الشراء. ذهب عيار 21790 جنيه، البيع 787 جنيه، الشراء. ذهب عيار 18677 جنيه، البيع 674 جنيه، الشراء. ذهب عيار 14526 جنيه، البيع 524 جنيه، الشراء. ذهب عيار 12451 جنيه، البيع 449 جنيه، الشراء. ذهب عيار 9338 جنيه، البيع 337 جنيه، الشراء. الجنيه الذهب 6320 جنيه، البيع 6890 جنيه، الشراء. الأونصة 1800 دولار، البيع 1799 دولار، الشراء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.